عنده 10 إخوات وهو الصغير بتاعهم، كان بيحب يلعب كورة زيه زي بقية الأطفال في سنه. راح الجيم علشان يظبط جسمه ويعرف يلعب كويس، وهناك عجب المدرب بتاعه واقترح عليه إنه يلعب كمال أجسام، ومن هنا بدأت الحكاية. أنا محمد أسامة معكم في النواة. بطل النواة النهاردة البيج رامي أو رامي السبيعي، كان شغال صياد وبيع سمك مع عيلته في كفر الشيخ، وكان دايما بيتمرن باستمرار في جيم بسيط بإمكانيات محدودة. بعد الثانوي دخل معهد خدمة اجتماعية، وبعد ما اتخرج عارفين ان لقمة العيش صعبة، علشان كده سافر الكويت يشتغل صياد مع قرايبه، وهناك منساش حلمه. اي نعم، لما بدأت دولة الكويت انها تدعمه وبدأ انه يتدرب في نادي اوكسجين جيم، كان في ناس حاطاه في دماغها ومش عاوزاه ينجح، بس ما كانش شاغل دماغه بحد وكان سايبها لله دايما. وبتوفيق ربنا وبدعم قرايبه واصحابه وتمرين المستمر قدروا انه يثبت نفسه في بطولات للهواة في الاول، وجات له عروض كتير مغرية علشان يغير جنسيته، بس كان حابب انه يمثل مصر على مستوى العالم. بدأ رحلته الاحترافية ويحقق نجاحات كتير مختلفة لحد ما قدر انه يفوز بالمركز الاول لمستر اولمبيا سنتين على التوالي، سنة 2020 و2021، علشان يكون اول مصري وافريقي وعربي يفوز في البطولة الاشهر والاقوى في العالم. واهم حاجة كان عاوز يغيرها نظرة الناس للألعاب الفردية، وان الانسان لما يكون عنده ارادة وعزيمة واصرار يقدر ينجح ويوصل للي هو عاوزه. ونشوفكم على خير في نواة جديدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.